وعلا وعلا خايفين تاع المقرط. لا المهم احنا قبيله قلت لهم كاين اللي يربح عندكم تريك قوات هكذا يا اه اللي ما يربحش عنده تريك قوات هكذا زعما قلبوه انتوما بدير انتوما غسلوه اللي ما يربحش بالك تربحوا والله تفكرت جدا انا عندي جده هي شويه ما تسمعش مليح بصح تقتل بضعه زعما تجوز خدامها طيح لك 2000 فرانك ولا الدوط قلت ديالي تسمع غير الدراهم تسمع الدراهم اختار مسكينه بات في الصالون على بالك بات عندنا في الصالون وعندنا ساعه كل تاع الحيط هذيك كل ساعه تأذن على بالك على 11 تأذن على 12 تأذن خدامها على بلاش جات عندنا بات في الصالون على بالك اللي كامل تصلي صباح الله قالت لي وليدي راح تعمرها هنايا عملها قبل ما نقول لك قبل ما نروحوا للاسئله نفاجئك بشويه قلت له كان واحد السيد باسكو انا نهضروا على غلاء تاع المعيشه هاي الدنيا راهي غير طالعه باش عارف وراها راح تحبس رمضان سوتو في رمضان اللي عمره ما ربح يحب يربح في رمضان هذا يكون متهدي حشيش مقطفه دوك تولي تهضر معك حشيش مقطفه يقول لك ما تعيطش نعطي لك حشيش مقطفه دوك تولي بقيمتها قلت لك كاين واحد السيد عنده واحد 14 طفل في الحومه تبع جاي له قال المراه تاعو قال انا نقول صح 14 هذا نمر قال له شوفي كاش اسوسياسيون ولا شوفوا كاش حاجه يدوا عليا زوج زوج ولا 14 وقالت له انت علاه جبت 14 قال لك الدعوه رخيصه كان الحليب 40 دور وكان الخبز انا ماشي باللي راح تطلع كاع هكذا قال لك انا على بالي كان زوج مي انا قلت الدنيا رخيصه خليه يطلق وزوجو احنا جينا سكاره احنا شغل جابونا ماشي قال حبوا يديروا دراري قالوا واش جارتنا هذيك واش شاف جارتنا الاخرى عندها 4 دراري وعندها 2 بنات من انا ثانيه يا الله 6 جابنا شغل قلت لك السيد هذا عنده 14 راح شاف سحب الحومه قال لهم يا ودي كيفاش لقاو لنا حل عاونوني دبرونا دراهم قالوا واحد منها ينطق واحد الشيخ كبير فارغ شغل شغل معمر جبور وبدا قاعدين هكذا عمرو القرع شكل الشيوخ تاع بيتو اللي يغلط يجي هذا قاعد هكذا يا غير يحسب قال له واش بك مقلق واش كاين علاش مقلق قال له شوف يا الحاج 14 طفل وكذا ما احنا قلنا لك جاب 14 شاورتنا قال له ما على باليش واش حبيت قال له حبيت سمك واد مدابية قال له شوف هاك كاين واحد الحاج اللي في الحومه عينه كبيره قال له يخزر فيهم يغبر لك سوير كاس 8 سنت واحد عمك ليزاجيريا توقاب والعين وعريض اه سون بيتي